طبعا ما زلنا يعني دائما بنسمع خبر تسمية عام 2024 بعام الإبل، واللي أقره مجلس الوزراء قبل كم يوم، مسيطر على منصات التواصل الاجتماعي، وذلك لارتباط الإبل بهويتنا السعودية وأيضا ثقافتنا وتاريخنا في المملكة. حتى نتكلم عن هذا الموضوع بتفاصيل أكثر، يسعدنا أن ينضم معنا عبر الهاتف الأستاذ عبد الرحمن المطوع، المتحدث الرسمي باسم وزارة الثقافة. أهلا وسهلا بك أستاذ عبد الرحمن. أكيد في البداية حابين تكلمنا أكثر عن سبب تسمية عام الإبل لعام 2024، إيش سبب اختيار هذا الرمز لهذا العام تحديدا؟ الله يحييكم جميعا. أول شيء سعد الله مساكم، شاكركم على الاستضافة في برنامج سيدتي. لا شك أنه القرار مجلس الوزراء خلال جلسة الأسبوع الماضي بالموافقة على تسمية العام القادم 2024 بعام الإبل في امتداد للرعاية والدعم اللي يحظى فيه القطاع الثقافي بشكل عام، أيضا تعتبر تأكيد على أهمية الإبل في الثقافة والتراث السعودي. المبادرة تعتبر طبعا امتداد للأعوام الثقافية التي احتفت فيها وزارة الثقافة. في كل عام نحتفي بعنصر من العناصر الثقافية المهمة في ثقافتنا وهويتنا السعودية. العام العوام الثقافية ابتدأت بعام الخط العربي قبل 3 سنوات، ثم تلاها التركيز على عام القهوة السعودية، وآخرها خلال العام الحالي عام الشعر العربي. صحيح، اليوم يعني كثير عشاق للإبل، أكيد هو في يوم ما كان وسيلة من وسائل المواصلات عندنا، احنا حابين تتكلم لنا عن مدى ارتباط المملكة بهذا الموروث الأصيل. بالتأكيد طبعا الإبل ومبادرة عام الإبل تأتي احتفاء بالقيمة الثقافية الفريدة التي تمثلها الإبل لدينا في المملكة العربية السعودية، سواء في العصر الحاضر أو العصور القديمة. الإبل تعتبر موروث ثقافي أصيل لدينا وجزء من المكون الحضاري الأصيل لدينا. طبعا بالإضافة إلى رمزية ثقافية، الإبل تعتبر رمز تاريخي، تعتبر رمز اجتماعي لدينا، تعتبر أحد أهم الرموز الاقتصادية في السابق والعصر الحالي. عدة رموز أدت إلى الاهتمام بالإبل وإفراد هذا العام بتسميته بعام الإبل.